قبل ما ادخل في الشعر، ليه بيقولوا عليك عنيف وقاسي وما بترحمش ابدا في تدريباتك؟ لا هو ده كلام مش صحيح يعني، لانه احنا لا بنشتغل صحيح. احنا بنشتغل بشكل علمي. لا صحيح. ايوه ما انا هقول لا لا ده كابتن. طب انا هقول لكم على حاجه. لا ما انت مش انت بتفرم حراس المرمى تيجي هنا تعمل قلبك رحيم. لا كابتن الحضري اول ما دربه احمد ناجي راح اشتكى لاداره الاهلي وقال لهم انا مش عايز اتدرب مع الراجل ده. الكابتن صالح بالتحديد، كابتن صالح سليم الله يرحمه. قال له ده راجل صعب قوي. بس دلوقتي ما بديله يوم اجازه بيروح يتمرن بره عشان خلاص.